مرحبا بكم. حلقة جديدة من سلسلة القضايا العالمية ولد ليقتل، السلسلة اللي نحكي فيها كل مرة على مجرم اللي باللي صار معاه نتسائلوا هل هذا عنده علاقة بالجرائم اللي باش يرتكبها. والحكاية متاعنا بالنسبة للجمعة هذه باش تهزنا إلى الجريمة باش تصير في علاقة مباشرة بالتربية متاع الصغار. مانيش باش نحكيو على قاتل أو قاتلة متسلسلة، ولكن باش نحكيو على جرائم اللي تصير نتيجة ربما تربية معينة. وباش تقولي رأيك، هل تعتبر أنه القاتل ولا القاتلة متاعنا لليوم ولد ليقتل وإلا لا؟ مرحبا بك في حلقة جينيفر بان الرأس المدبر. حكايتنا لليلة تهزنا لكندا، وتحديداً واحدة من أكبر المدن فيها أونتاريو، وترجع بينا إلى سنة 2010. حكاية باش نمشي ونحكي فيها على عائلة جاية من فيتنام، عائلة جاية من فيتنام من السبعينات وهي تسكن في الكندا. السبعينات وقت اللي هربت العائلة، البو والأم حديثي الزواج وقتها، هربوا من فيتنام والحرب اللي فيها اللي انطلقت في حدود أواسط الخمسينات وتواصلت إلى أواسط السبعينات. هما باش يستغلوا فرصة إمكانية المغادرة ويطلبوا اللجوء في كندا ويتحصلوا عليه. نحكيوا على البو أن والأم بيك، أن وبيك بان، زوز فيتناميين اللي بشي عاودوا يبنيوا حياتهم في أونتاريو الكندي. بشي يخدموا في معمل متاع كراه. وشنية نقول لكم على الخدمة من غير ما نحكي لكم حكايات تعرفوهم على علاقة الآسيويين بالخدمة. شكون ما يعرفش اليابانيين ولا الصينيين وعلاقتهم بالخدمة. بالأمارة في اليابان منذ مدة مازالوا كيعملوا قانون يجبر الناس أنها تاخذ العطل متاحة على خاطرهم ما يحبوش ياخذوا كونجيات. حاسين علاقة كبيرة موجودة بالخدمة، كيف كيف مش بعيدة ياسر فيما يتعلق بالفيتنام. هذوما يعتبروا رواحهم منعوا من الحرب، أما ما منعوش من الميزيريا، منعوا من الحرب وجاءوا في بلاد ما يعرفوا فيها حد، ما عندهم بها حتى علاقة، بالتالي كل حاجة فيها يلزمهم ياخذوها باستحقاق. باش يخدموا ليل مع نهار، باش يتقشفوا في كل مصروف، باش يلموا فلوسهم، باش يقدموا على قرض، باش ياخذوا دار بالكريدي في بلاصة باهية، على خاطر الهاجس متاعهم الاثنين انهم يربيوا صغارهم في بلاصة اللي تكون باهية نظيفة وراقية، باش يختاروا حي باهي باش ياخذوا بيه الدار، ومن بعد باش يبداو يجيبوا الصغار. هكا الأمور منظمة.
جينيفير باش تكون بنتهم لولا. بعدها بعامين ثلاثة باش يجيبوا ولدهم فيليكس، وباش يحبوا يربيوهم بنفس الأسلوب اللي هما عاشوا به في كندا، نظام شبه عسكري من اللي هما صغار، ديسيبلين في الدار، خدمة في شؤون الدار، خدمة من بعد كي باش يوليو يقراو. الصغار من اللي يقوموا 6 متاع الصباح لقرابة نص الليل وهما يا يقراو يا يعملوا في أنشطة، يا قراية يا موزيكا يا رسم يا دانس يا سبور يا حكاية، المهم لازم تعمل حاجة هكا باش تتواصل حياة العائلة لسنوات حتى للي باش يوصلوا الصغار لأعمار المراهقة ويفوتوا المراهقة ويوصلوا لفوق 18 سنة. فيليكس في 18 سنة من عمره باش يغادر الدار، كما تعرفوها العادة اللي موجودة عند برشا شباب خاصة في أمريكا الشمالية بصفة عامة، أقل شوية في أوروبا، باش يغادروا إذن باش يغادر دارهم باش يمشي يعيش وحده. جينيفير تقريبا باش تعمل نفس الشيء، لكن ها باش نرجعوا على تفاصيل الحكايه نتاعها، خاطر الحكايه نتاعها مهمه. قلنا انه العائله كانت مصره دائما انهم يكونوا متميزين في القرايه وانهم يكونوا عندهم برشا انشطه، وبالتالي حياتهم المجتمعيه ما كانتش ياسر باهيه، ما يعرفوش الناس، ما عاشوش طفولة طبيعية تاع تفدليك ولعب وكذا. يعتبروا أنه طفولتهم وخاصة جينيفير تعتبر أنه طفولتها كانت ميليتير، عبارة عايشة في الجيش، وخوفها الأساسي كان من تنبيه أمها وبوها، راك تخرج هكا ولا هكا على الثنية نحرمك من الميراث، ما نخلي لك حتى شيء. شيء باش يخلي جينيفير تحسب كل شيء تعمله، خاصة كي باش توصل لما يعادل الباكالوريا عنا احنا وباش الدوبل وما تنجحش. عامتها هي تقريبا تعديت بفترة اكتئاب تسبب لها في انها ما نجحتش، تحس بكأنه العالم متاعها بكله انهار. كان يسمع بها بوها وأمها، إيش باش يعملوا لها؟ بالتالي ما يلزمهمش يسمعوا، عمرهم ما يلزمهم يسمعوا، بالتالي باش تخبي عليهم، باش تقولهم اللي هي نجحت، باش تضرب الأوراق متاع الامتحانات، باش تقول لهم اللي هي نجحت واللي باش تمشي تقرا في الجامعه وباش تمشي تقرا طب، باش يفرحوا بها برشا، باش تزيد تقول لهم اللي هي تحصلت على بورصه وعندها بورصه ب 3000 دولار وباش تمشي تاخذ البورصه نتاعها وتمشي تقرا في الجامعه، وبالتالي بتمشي تسكن مع واحده صاحبتها، فرحه كبيره في الدار. هذا هو المستقبل اللي كانوا يستناو فيه البنتهم، باش تمشي على أساس ماشية لتسكن مع صاحبتها، وباش تواصل في خداع العائلة على أساس أنها تقرأ في الفاك، الشهيد مضروبة كل عام وهي تضرب في الشهيد على أساس تعديت من عام لعام ومورها واضحة هيك هوا بعد 4 سنين وفير واحد يلزم توا وفات القراية توا باش تمشي للخدمة، ما فهميش مشكل. باش تقول لهم ليه تعينت في مستوصف، باش تقول لهم على المستوصف. لكن الغريب اللي بدأت تشوف فيه العائلة أنه ما مش قاعدين يشوفوا في هيئة تصرفات متاع واحدة طبيبة ولا ممرضة ولا فيتور عون صحة، شنو اللي صاير زعما هنا؟
بوها باش يقرر في نهار من نهارات انه باش يتبعها باش يفهم شنو اللي صاير بالضبط. وقت اللي تبعها باش يلقاها الحقيقه وقت اللي تمشي لا تمشي للمستوصف ولا هم يحزنون، باش يلقاها تمشي تخدم في مطعم، والبلوزه البيضه الوحيده اللي تلبسها هي مش بلوزه الطبيبه وانما هي بلوزه السيرفاز في مطعم. فكانت الصدمة وكان الغش متاع أن بوها وبيك أمها اللي غضبوا عليها غضبة كبيرة، كي باش يزيدوا يكتشفوا أنها في الحقيقة ما هيش تسكن مع صاحبتها هذه اللي نحكيوا عليها وإنما مع صاحبها وونغ بياع الدروغ. وقتها باش يقصوا عليها كل شيء، باش يمنعوها من مغادرة الدار ومن أنها تعاود تقابل السيد هذايا، وباش يهددوها كما قبل أنها باللي عملته بالعشرة سنين اللي عديتهم وهي تكذب عليهم، فأنهم باش يحرموها من كل شيء. أما هي كان عندها رأي آخر، وباش تدبر اللي حتى حد ما كان يتصوره. هذا اللي نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.